يتحدون الريح والمطر. هؤلاء الشبان والشابات يبحثون عن موقع للتدرب قبل البطولة. بألوان علم بلادهم خرجوا لإثبات وجهة نظر. لا يملكون مكانا للتدريب، يستخدمون دعامات المباني والأنابيب المعدنية أعمدة للرقص. لطالما ارتبط الرقص على الأعمدة بالنوادي الليلية، لكن مؤيديه يحاولون إزالة الصورة النمطية هذه وتلميع صورة الرقص بأنواعه المختلفة. عندما تعرفت على هذه الهواية اتضح لي أنها رياضة ذات أداء عال، تتطلب الكثير من القوة والسيطرة على الجسد، تتطلب الانتباه الكامل، وأظنها رياضة رائعة. يعتبر الرقص على العمود في بعض الأماكن بديلاً لرياضة الأيروبيك، حتى أن بعضهم يسميه فن الجمباز على عمود. إنها أكثر الرياضات التي مارستها كاملاً. لديك عامل القوة، التمدد، الرقص والحركات البهلوانية. إنها رياضة متكاملة وفي متوفر الجميع. يشارك شبان من كل أنحاء أمريكا الجنوبية في بطولة الرقص على العمود التي تجري هنا على مدى يومين، وسيتأهل الفائزون لبطولة العالم للرقص على العمود التي تقام في بكين العام المقبل.